السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام بخير. ايش هون في شفت ملاهي صغيره بسيطه؟ مو احكي لنا شوي عنها. انت صاحب الملاهي هون؟ انا صاحب الملاهي. والله الله رزقنا اياهم هون وجبناهم والعم لعبه للاولاد. يعني لو بدي مثلا عم بياخذوا 5 و10 انا هون بليره وهيك لله اوقات حسب بقى شوفت عينك وشو ما طلعنا. هذا هو يعني هاي قطاع مثل ما بيقولوا خاص مو انه قطاع عام. هي فرحه وهي لمه وهي يعني جبران خاطر للعباد اللي بيعطينا بناخذ وما بيعطينا الله يسامحه شوفت عينك. علي مدى الأمبوم